اهلا متابعينا، الحين راح انتقلنا الى مكان او خانه الايقاعات. نبدا بالايقاعات الخليجيه اللي هي القروب الخليجي. نبدا، هذا اسمه خبيتي، خبيتي رويال. طبعا هذا الخبيتي، انتقل الى خبيتي الرياض. زين، نسمعه. انا بعطيكم بصوره سريعه، يعني الايقاع بدون عزف. هذا الحين ننتقل الى ايقاع اسمه الخبيتي التيغالي. شوف هذا الخليجي الخبيتي. زين، هذا الخبيتي من 3 إلى 4، نسمعه معاكم. الحين ننتقل الى الراية.
شوف هذا اللقاح. هذا ايقاع جديد اسمه رامبا ستوديو، اكيد بيكون لايف يعني. حلو، وهذا ايقاع اسمه رامبا لايف، نشوف الرامبا لايف. هذا الإيقاع بعد البيشي. السامري، الكل يحب السامري، يقع السامري جميل وهادي، نسمعه. هذا ايقاع بعد ثاني. هذا ايقاع الساتي. هذا بعد ايقاع جديد
اسمه شو كواساني، كواساني اسمه ينوبي، هذا ينوبي. نشوف البندر الإماراتي شو عملوا فيه، شيء جديد. الشباب الإماراتي، اللي قصدي الشعبي، نشوف الشعبي شو عملوا فيه. يلا على الشعبي. نشوف اللي هو المعلاية. الحربي، شوف الحربي. شوف عيالة العين. دبي بوب، نشوف دبي بوب هذا جديد، نشوف شو عاملين فيه. كويتي بوب، نشوف الكويتي بوب شو مسوين فيه. البندري
البحريني نشوف هذا يضع جديد بعد نشوف شو كيف اشتغلوا عليه. طبعا هاي قاعات اللي هي الخليجي، طبعا ما كملتها كلها، في اشياء ثانيه اللي هي العاديه السواحلي والطنبوره، اشياء سامعينها من قبل يمكن تكون فيها شويه تغييرات. ننتقل الحين الى مجموعه ثانيه.